حياكم الله مشاهدينا الكرام، رمضان مبارك عليكم ان شاء الله دائما وابدا. مستمرين في ليالي رمضانيه من قناه الامام الحسين، وبالتالي نتجول بين الناس اللي متواجدين اللي دائما يحيون شهر رمضان او ليالي شهر رمضان بهذه الايام خصوصا. نشوف الشباب. السلام عليكم. اسمحوا لنا، اسفين على المقاطعه. السلام عليكم. سلام مقبول ان شاء الله. سلام مقبول ان شاء الله. عرفني بحضرتك. عباس كريم. اهلا وسهلا عباس. منين؟ من بغداد، عايش ببلجيكا. من بغداد، عايش ببلجيكا. اهلا وسهلا بك. حضرتك من بغداد يا حبيبي؟ يوسف. اسمك من بغداد؟ لا من بغداد. يوسف من بغداد. حياك الله. حضرتك ربيع؟ دنا ربيع. ايش بك خالد؟ ربيع انا. اي وين عايش؟ بغداد. تعزم من بلجيكا. يلا الله يوفقك. قريبه ان شاء الله. الله يوفقكم. سولف لي شنو الفرق باجواء رمضان في بلجيكا؟ والله انا اقول لك، انا اقول لك اجواء رمضان ببلجيكا وهنا، اجواء رمضان كيوم اعتيادي بلجيكا الساعة 6 العصر خلاص ماكو حياة، ماكو هواي ناس تصوم، يعني غير العرب اللي هناك، سوريين عراقيين جزاريين. أما هنا الأجواء، بالنسبة للأجواء هنا ما شاء الله كلش حلوة، وتفرق كلش كبيرة عن 2015-2014 بالنسبة للأمن والأمان والتطور اللي جاي يصير. الحمد لله. زين، وانا اول مره اجي هاي المدينه، تعجبت هسه والله العظيم. اول مره تجي الكربلاء؟ لا لا، مو اول مره اجي الكربلاء، بس اول مره اجي هاي المدينه. قصدك مدينه الزائرين؟ الزائرين. شلون شفت كربلاء؟ والله بعد ما رايح كربلاء، بس بالنسبه لهاي المدينه كلش حلوه. كرؤيه عامه قبل دخولك للمدينه، بعدك مزاير يعني؟ بعد مزاير، والله الشوارع كلش حلوه صراحه. الحمد لله. الحمد لله. تبليط ان شاء الله دائما. وايد تطور. الحمد لله. شلون شفت كربلاء؟ تبارك من بغداد. لا كربلاء جنه. الحمد لله. اي جنه. الحمد لله. ما يشبعونها. ربيع ايش بيك خايف؟ دن عليه. لا ما خايف انا. اي شلون شفت كربلاء ربيع؟ خير بارك. شنو برنامجكم خلال شهر رمضان؟ طقوسكم، حركتكم؟ والله انا من الشغل البيت ماكو طالع. من شغل البيت؟ اي ماكو طالع. وش اسمك؟ حسين؟ لا يوسف. يوسف. يوسف عفوا. اجواء رمضان كلش حلو طبعا. شنو انت برنامجك برمضان؟ والله برنامج يعني دائما انا الكربلاء اجي استحمى كربلاء وارجع. الله يحفظك ان شاء الله. الله يحفظك. انت شنو برنامجك هسه؟ بما انه انت صار لك قد جيت؟ صار لي اسبوع ان شاء الله والثنين رايح ان شاء الله. جيت اجازه 10 ايام. زياره مقبوله ان شاء الله. رحم الله عليك، تقبل منا ومنكم. شنو برنامجك خلال هذه الفتره اللي زرت موسى الكاظم عليه السلام. وهسه ان شاء الله كربلاء الامامين ازورهم، وبعدين اروح للامام علي عليه السلام. يا رب ان شاء الله ثبات. وبعدين اخلص اروح لمقبره من زور امواتنا الله يرحمهم ان شاء الله. وراها يعني نفتر بعد على العوائل وهاي نزورهم ونشوفهم. يلا الله يوفقك. يا دوب الحق ان شاء الله. تلحق وان شاء الله السنه الجايه ايضا، وكل رمضان ان شاء الله تكون هنا ان شاء الله. ان شاء الله. عندنا سؤال. الغرض منه تحفيز المعلومه او استذكار المعلومه. تمام. سؤال يقول: كم مره ذكرت لفظ الاخره في القران الكريم؟ الاخره في القران الكريم. خل اروح لاهل بغداد وارجع لبلجيكا بعدين. بعدين افيش. ما تعرف؟ نعم. كم مرة ذكر لفظ الآخرة في القرآن الكريم؟ الآخرة. اعطيني أي رقم. 9؟ لا أكثر. لفظ الآخرة. خوي حاول تغششنا شوي. أغششك وتروح لبلجيكا وأنا هنا لزموني والمغششين والمونتيرية والقناص حسن شاكر وكلها. يلا سولف لي. إيه. اعطيني اي رقم اكثر من 9 مو 9. 27. 27 اكثر من 27. لا ما اطرقنا. ما اطرقنا. ما تطرقوا ربيع. ما اطرق. ما شكرا. سعيدين بلقائكم. نلتقي على خير والحمد لله على السلامه. ونسال لك الدعاء. الله يوفقكم. شكرا لكم مره ثانيه. الله يوفقكم. اهلا وسهلا بكم. نبقى نتجول داخل ارجاء المدينه بالعموم وللزائرين بالخصوص، وبالتالي دائما نحرص على زرع المعلومه وايضا تنقل المعلومات. خلي ناخذ اجواء لو نسوي لنا لقاء. اشر لي بالكاميرا. اي لو لا لا مو براسك بالكاميرا. احكي وياك. غلس. احكي وياك. تعال تعال. سبحتك وانت شلونك؟ سلام مقبول ان شاء الله. الله يسلمك. شنو ابو معرض انت سبحتك وهاي؟ سلام مقبول. الله. قبل منعتك صالح الاعمال. عرفني بحضرتك. مختلى حميد مالك. انت من كربلاء؟ لا انا من الحله. على راسي. ايش عجب اليوم هنا؟ والله جاي نزور. اي مقبول ان شاء الله. الله زرتوا بعدكم؟ لا زرنا ودعناكم. مقبول ان شاء الله. حسن هذا صاحبك الولد اللي يصور؟ شوي يستحي. شو تعال تعال.
تعال ما عليك. لا لا يستحي يستحي. يعني عشان اطلع بالقناه ما استحي؟ تعال انت مهنتك بعد. الله يسلمك. ابو فلاح منين الحله؟ انا من قضاء المحاويل. على راسي. شلون شفت اجواء كربلاء خلال شهر رمضان؟ والله حلوه وتخبل واجواء دينيه. الحمد لله. ان شاء الله دائما وابدا وان شاء الله يرزقكم الزياره باستمرار. الله. ابو فلاح سؤال. كم مره ورد لفظ الاخره في القران الكريم؟ والله حجي ما اقول لك ابو معارض حجي وتليفونك ميس. ما اعرف والله. اعطيني اي رقم. اخره؟ اي. خمسه؟ اكثر. عشرة. بعد لك فرصة أكثر. 15. يا أخوي أكثر بس يلا في مال الله. شكرا لك. سعيد بلقائك. قد الهلا إن شاء الله. عوف كاظم خل أسألكم. سلام عليكم. سلام مقبول. رمضان مبارك عليكم. شلونك يا أخي؟ الله يوفقكم إن شاء الله تقبل الله أعمالكم. أنا أحمد الخفاجي وهذا برنامج ليالي رمضانية من قناة الإمام الحسين. ناخذ منكم أول شيء أجواء بعدين نسألكم سؤال المسابقة إن شاء الله. عرفني بحضرتك. جاسم خضير محافظة واسط قضاء الصويرة. أهلا وسهلا. دلنا لي شوية. جاسم ابو محمد سحله. ها ان شاء الله. اهلا وسهلا. حضرتك جاسم علي من الصويره. كيفك جاسم؟ كيفكم من الصويره؟ صار في وجوج اثنين على جاسم. شنو الاجواء اللي شفتوها بكربلاء؟ شنو فرق كربلاء بالاجواء الرمضانيه عن واسط؟ والله هي اجواء كربلاء اجواء قدسيه اجواء حسينيه. الحمد لله. تجي هنا راحه. كربلاء الحسين كربلاء جنه. الحمد لله. جينا هنا فطرنا الحمد لله وشكرا. اجواء كانت جدا جميله. مقبول ان شاء الله. الله يتقبل منا ومنكم جميعا. شلون شفت اجواء كربلاء؟ والله ما شاء الله اجواء حسينيه اجواء حلوه. يعني واحد يجي هنا يرتاح راحه نفسيه. كربلاء الحمد لله. احنا محسودين اهل كربلاء. اي والله هنياكم. والله هنياكم. الحمد لله. عندنا سؤال ان شاء الله. الغرض منه تحفيز روح المعلومه ويسمونه الفضول العلمي. سؤالنا يقول كم مره ورد ذكر الاخره في القران الكريم؟ للاسف ما اعرف. اعطيني اي رقم. 33. 33. ذكر شنو السؤال؟ كم مرة ذكر كلمة الآخرة في القرآن الكريم؟ ما أعرف. أي رقم؟ بس جبتها صح. مساعدة. أوقف أساعدك. خيارات. جماعة ربعكم؟ إيه. يخلي يجوا. تعالوا. تعالوا تعالوا تعالوا. إحنا نروح لهم. إحنا نروح لهم. وخاف يشردون. إيه يطلعون بالكاميرا حتى إذا شردوا نقول ذول يشردون. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يحفظك. السلام عليكم. السلام مقبول. عرفني بحضرتك. تعال هنا أنا بلازم عليكم. عرفني بحضرتك. علي عباس. هم من الصويرة؟ إي من الصويرة. أهلا وسهلا. الله يحفظك. كاظم خضير من الصويرة. كل الهلا. الله يحفظك. شلون شفتوا كربلاء؟ والله الحمد لله الأجواء كلش حلوة هنا. الحمد لله. وخير من الله. الحمد لله إن شاء الله دائما. الله يحفظك رحمة الله. إن شاء الله كل سنة وكل عام بالزيارة. والله أجواء حلوة رمضانية. يطلع يتونس. الحمد لله. كربلاء اليوم زيارة كلش حلوة. الحمد لله. خميس. الحمد لله. إحنا كل خميس يعني كل الأجواء أحلى. لا لا كلش يوم زيارة ما أتوقع إن زيارة حلوة. الحمد لله. عندنا سؤال. سؤال يقول كم مرة ورد ذكر الآخرة في القرآن الكريم؟ قبل الجوجل. تليفوناتكم. ولا على اليوتيوب. ما لا ما تلحقون. خيارات الجواب. حسب دور خيارات. احنا اساس المعلومه هذه نساله والله مو اساس الجائزه. ان شاء الله انتم قيمتكم اعلى من اي جائزه. بس الاساس الموضوع انه لما تسال على شيء وبعدين تبحث عنه ما راح تنسى هاي المعلومه. تمام. فناخذ منك محاوله بعد. يعني 68. 68. انا اول بدايه قلت 33. اي. وهسه تعبر فوق السبعينات يعني. سبعينات. لا اعطيني رقم داخل السبعينات. 71. 71. 66. 66. 15. 15. اكثر من كل الارقام اللي قلتوها. راح اعطيكم بعد فرصه. راح اعطيكم بعد فرصه. 125. 125. فوق ال 100. ما ادري. ما يعني اقدر. اذا فوق الارقام اللي قلناها يعني بال 200. فوق ال 200. ما ادري. انا سهلت لكم هاي هالتسهيله عمر الوحده. 200 200 اكيد. 200. حبيب 250. 250 ما يخالف. 90. 90. انا كنت اتمنى واحد منكم يفوز. تحياتنا لكل واسط بيمان الصويره وكل الاقضيه. شكرا لكم. سعيد بلقائكم وزياره مقبوله. الله يوفقكم وصيام مقبول ان شاء الله. إذن مشاهدين الكرام مستمرين راح ناخذ أجواء ومن بعد الأجواء نتواصل وياكم.
متواصلين ومستمرين. طلع هذول الشباب دي ياخذون سيلفي، خلي نلتقي بيهم قبل لا اروح. السلام عليكم، خلي نوردكم شويه، شلونكم؟ سلام مقبول ان شاء الله، رمضان كريم. عرفنا بحضرتك حبيب من مدينه الحله. على راسي حضرتك محمد من مدينه الحله. كل الهنا، حتى ما اخذ من وقتكم هواي. شلون شفتوا كربلاء؟ والله اجواء تخبل، رمضانيه حلوه ان شاء الله. الحمد لله ان شاء الله، ان شاء الله يتمم على خير علينا وعلى جميع المخاطبين. يا اخي لا، شهر رمضان، شهر رمضان ان شاء الله. ان شاء الله، الله، الله يسلمك. الله يسلمك. حضرتك شلون شفت اجواء كربلاء؟ والله بخير نعمه ان شاء الله، يدوم عليكم. وين بعدنا سؤال هيك على عجاله حتى ما اخذ جواب. كم مره ورد ذكر الاخره في القران الكريم؟ ذكر الاخره يعني كم مره ذكرت كلمه الاخره في القران الكريم؟ 143 144 144 اثنيناتكم غلط، اعطوني بعد اجابه اثنيناتكم بيها. يعني اعلى ما اقدر اقول لك. لا اقل وضح. اقل اي بس هاي، بس هالمساعده هاي. 100 150 150. اثنيناتكم غلط، شكرا لكم، نلتقي على خير. نسالكم الدعاء في امان الله. في امان الله، الله يسلمكم. لازلنا مستمرين، وعلي الخالدي واحد جوبرو مستمرين ويا الاخوه والشباب. انه نأكد مرة ثانية، الهدف من السؤال هو زرع المعلومة أكثر من موضوع الجائزة ومن الفائز. لذلك ركز على المعلومات اللي شوية بيها صعوبة، خصوصا الصعوبة التاريخية. السلام عليكم، شلونكم أخواتي؟ سلام مقبول، رمضان كريم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سبحان الله، سولف وياكم لو حياكم الله. انا احمد الخفاجي وهي قناه الامام الحسين، عندنا برنامج اسمه الاهلي رمضانيين. اول شيء خليني اتعرف بحضراتكم. علاوي، اهلا وسهلا حبيبي، من بغداد. على راسي. شنو تشتغل ابو حسين؟ والله خياط، الله يعطيك الدجاجه رجال. اي والله. حيدر من بغداد، هم خياط. المهم الخياطين لو غير شيء اي، احنا كل احنا ولد عم يعني خياطين. رحم الله والديك. نعم سيد احنا والنعم. سراي الله سراي اقول لك. والنعم. الله يحفظك. تعرفي بحضرتك؟ عباس محمد. عباس؟ اي. منين؟ من بغداد. همين هم خياط؟ لا مو خياط، ساق كي. ساق كي، الله يوفقك. حضرتك؟ سيد محمد المقصوصي. كل هلا مولاي. خريج اداره اقتصاد وقاعد يعني ماك تعيينات. ان شاء الله تلقى الاحسن من التعيين. رحم الله والديك. شكرك. رحم الله والديك. محمد محمود، بكالوريوس تاريخ. أي. خياط وسايق تكتب. الله يوفقك ويرزقك ان شاء الله. شلون شفتوا كربلاء بصوره عامه؟ والله طبعا كربلاء يعني شيء راقي، وخصوصا مراقد ابي الفضل العباس والامام الحسين سلام الله عليهم. سلام الله عليهم. الحمد لله. واحنا دائما كل خميس يعني نجي هنا مدينه الزائرين، اجواء كلش حلوه. اي مستمرين كل خميس. الله يوفقكم ان شاء الله. قلبك للجميع. راح اسالكم سؤال وشوي نساعد به وشوي صعب. شوي صحيح. كم مره ورد ذكر كلمه الاخره في القران الكريم؟ هاي سؤالك هنا. هسه اروح للسه، هسه اروح للسه يا اخره. اي انا ذا تسن عندي يعني هيك مثل ما تقول عباره داخل قلبي اريد اعطيك اياها. اول سؤال طبعا، هاي الاراضي كربلاء المقدسه اشكر المحافظ والله العظيم من كل قلبي. والعتبات ايضا. اي والله والعتبات همين يعني ما شاء الله. الطب هنا على الاجواء على الخدمات على الله يوفق. هذا ما يستحق زوار. اي والله الله يوفق. الله يوفق والله العظيم. شكرا. اعطيني فد اجابه عبالك تطلع منها. ما انا قلت لك عوبني من هاي. خلص انا اخوي. والله كم مره ورد ذكر كلمه الاخره في القران الكريم؟ اسال السيد وانا غير جايب السرع. مو اعرف انا. اعطيني رقم جوز صح يطلع. اعطينا اختيارات. ما اعطيكم اختيارات. اعطينا اختيارات. والله ما اعطيك اختيارات. لا سيد انا خافوني منه، قد راح يجاوب ونعزل يروح لانه اختيارات ما بيها. لا بس اسهل لكم هسه، اعطوني اجابه حتى اسهل لكم سيدنا. ما اعرف. اي رقم؟ 25. 25 ما يحضرنا بس نقول 110. 110 خلي ارجع من البدايه، اعطيكم بعد فرصه. ماكو جواب صحيح لحد الان. زين اقرا بس انت هم سهل. هم سهل، اعطينا خيارات. اكثر من 100. اكثر من 100؟ اي. ايش قد 150؟ 150. 130. مو تقول لي اشكر. لا 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 130. لا 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 130. 130. 139. 139. 200. 200. 130. 130. عمي انا ما مسويها، اعطيكم بعد فرصه ثالثه وثلاثه. ما جاوبتوا نفس جواب صحيح، بس هذه الفرصه كلكم بيها. اقل من 150 عشان اريد رقم مضبوط. هذا السؤال يعني
جاي سيدي اكو واحد قارئ القران حافظه اكو واحد لا حافظ له كمايه من القران لا لا هذه معلومه مو ما لها دخل بالقراءه اي اقول لك هذا سؤال اول مره ينطرق هيك هو احنا ليش اساسا صعوبه السؤال حتى ترسخ المعلومه صحيح. عندكم لما تبحثون عنها يلا يلا فين الحل لا ما اعطيك الحل اكو ناس ما تريد تشارك وراك زين تاخذ فاصل عن نص ساعه لازم تاخذ حسابي وتراسلني يعني 250 انا سعيد بلقاكم شكرا لكم وزياره مقبوله ونسالكم الدعاء الله يوفقكم سيدنا نسالكم الدعاء الله يوفقك في امان الله شكرا لكم استريحوا الله رحم الله والديكم اسفين منكم اذا مشاهدينا الكرام ناخذ جوله ثانيه سياده المخرج يلا ناخذ جوله ثانيه بسيطه حتى نرجع نلحق على الختام نلتقي بالحجي السلام عليكم مره ثانيه ورمضان مبارك ورحمه الله وبركاته الله يسلمك عرفني بحضرتك ابو حيدر الشمري والنعم والله من بابل ناحيه اسكندريه النعم اهلا وسهلا بك اما ابو حيدر شلون شفت اجواء كربلاء خلال شهر والله اجواء يعني جميله جدا ان شاء الله صوتها يعني المحبه والاطمئنان والاجواء الدينيه الحمد لله شنو شفت بكربلاء مميز؟ والله التزام وهذا اللي هذا الموضع اللي او المكان اللي جينا به هنا مكان نظيف وهادي الحمد لله وتمتعنا بعد ما فطرنا في بيوتنا وبعدين جينا زرت اليوم لما لحقنا زرنا قبل ما نجي الى هذا المكان هو مدينة الزائري ان شاء الله دائما وابدا عندنا سؤال بالحلقة تسمح لنا نسألك؟ تفضل زاد فضلك سؤالنا يقول كم مرة ورد ذكر الآخرة في القرآن الكريم؟ الآخرة نساعد عليها أكثر من 100 هي أكثر من 100 وأقل من 120 نعم يا محمد مين 110 ولا 120؟ 110 يعني لا أكثر يعني بين 110 وال 120 108 100 هيك 109 لا 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 فوق ال 110 واقل من 120 116 حوالي شو اي 15 اي ثبت لي 115 جوابك صحيح الله يوفقك ان شاء الله ان شاء الله العوده كل سنه وكل عام خلال شهر رمضان موفقين ان شاء الله الله يسلمك هذه جائزه مقدمه من قناه الامام الحسين وان شاء الله قدرك اعلى من كل الجوائز الله يديمك ان شاء الله ويديم عليك محبه البيت ان شاء الله الله يسلمك شكرا لك وسعيدين بلقائك نلتقي بك على خير ان شاء الله فريق السلام الله يسلمك شكرا لك مره ثانيه مشاهدينا الكرام وصلنا الى ختام هذه الحلقه تقبلوا تحيات كادر العمل تلقيكم باسل ان شاء الله نفس الزمان والمكان لذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته